الوطن شرف إخلاص. الجيش العربي السوري الأسطورة. الله محيي الجيش العربي اللي حامي سوريا، الله محيي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية. وش بينك يا الغالي عالي، عالمك يا سوريا إلهي، انت أملي وعزي ونسبي ودمك عم تحفظ شرفي. انت الجيش العربي السوري، انت الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري، وطن شرف إخلاص. بدأنا في الأول من آب عام 1946، وبعد تعاظم الثورات ضد الانتداب الفرنسي في جميع أنحاء سوريا، اضطرت الحاميات الفرنسية إلى الاستسلام، وأعلنت فرنسا انسحاب قواتها من أراضي الجمهورية العربية السورية. ومع تطور الأحداث على الساحة العربية عامة والفلسطينية خاصة، وبعد جلاء القوات البريطانية عن فلسطين وتركها للعصابات الصهيونية، دخل الجيش العربي السوري الذي كان تعداده لا يتجاوز 8000 مقاتل. كانت ذخيرته لا تكفي للقتال لأكثر من أسبوعين. بالرغم من ذلك، انضم الجيش إلى جيش الإنقاذ ليدافع عن فلسطين في عام 1948. دخلت القوات السورية سهل طبرية وظلت تقاتل من 15 من أيار ولغاية 18 من تموز من العام نفسه حتى تاريخ وقف القتال. وقد حقق أروع انتصاراته على العصابات الصهيونية، وتمكن من تحرير سمخ ومسعدة، ودخل مستعمرة عشمار هاجولان فضلاً عن سيطرته على العديد من المراكز والمواقع الحيوية. ومنذ عام 1954 شكل الجيش العربي السوري رديفاً للقوات الوطنية للتصدي للأهداف والمشاريع الاستعمارية التي كانت تهدف إلى ربط المنطقة مع عملية الاستعمار الخارجي، مثل حلف بغداد ومشروع أيزنهاور وإبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وضع الجيش نفسه تحت تصرف قيادة الثورة في مصر لتنفيذ أي مهمة توكل إليه. في 22 من شباط من عام 1958 ساهم الجيش العربي السوري في إقامة الوحدة بين سوريا ومصر، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حدود الوطن، خاض الجيش معارك متكررة واشتباكات برية وجوية على طول الجبهة في القطاع الجنوبي إثر محاولة القوات الإسرائيلية احتلال المناطق المجردة من السلاح آنذاك. بعد حزيران عام 1967 وإثر ما تعرضت له جيوش المناطق العربية المحيطة بفلسطين، وبالرغم من كل الظروف آنذاك، بقي الجندي العربي السوري وحده في الميدان ليخوض أشرس المعارك مع العصابات الصهيونية، فكان مثالا للجندي الفذ، وإن نقصه العتاد لم ينقصه الصمود والاعتداد. ومع قيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، بدأت مرحلة جديدة لبناء الجيش العربي السوري على أسس علمية حديثة أكثر تنظيماً وتسليحاً وتدريباً، حيث سعت القيادة السورية إلى زيادة المدرعات والطيران وتحسين الأسلحة المضادة للدبابات وتعزيز وسائط الدفاع الجوي والقوات البحرية، بحيث يكون جاهزاً لأي مهمة توكل إليه. بعملنا جميعاً ضباط وسط ضباط وأفراد، جهودنا المستمرة
بإيماننا بشعبنا، بإدراكنا العميق لمسؤولياتنا الوطنية التاريخية، استطعنا أن نصل بقواتنا المسلحة إلى مستوى أسده من الاستعداد لمجابهة التحدي الذي يواجه أمتنا العربية. وأخذ بعين الاعتبار المستجدات على ساحة الصراع، حيث بدأ الجيش بتتويج ذلك في معركة هي الأقوى في تاريخ الجيوش العربية آنذاك، إنها حرب تشرين التحريرية. خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة. ففي السادس من تشرين الأول عام 1973 اختلطت أصوات الجنود السوريين الذين يعتلون جبل حرمون بتهليلات الجنود المصريين الذين يعبرون قناة السويس، حيث كان الكيان الصهيوني تحت وقع الصاعقة عندما اندفع زهاء 45,000 جندي سوري إلى داخل الأراضي المحتلة، محطمين خط ألون العسكري ومحطمين معه الحواجز النفسية التي أصابت العرب بالخيبة والعجز بعد هزيمة حزيران. وبعد توقف القتال على الجبهة المصرية، خاض الجيش العربي السوري حرب استنزاف استمرت 82 يوما، انتهت بتحرير مدينة القنيطرة التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل الانسحاب منها، ورفع القائد المؤسس العلم السوري في سمائها. وفي منتصف السبعينيات، وبناء على طلب الحكومة الشرعية اللبنانية، وبعد أن عبثت الأيادي الآثمة في لبنان الشقيق واندلعت الحرب الأهلية فيه، تدخل الجيش العربي السوري لإنهاء الاقتتال بين الأشقاء اللبنانيين الذي كان هدفه حرف بوصلة الصراع العربي الفلسطيني وتوريط الفصائل الفلسطينية واللبنانية في زوابع الاقتتال الداخلي واستهداف سوريا من خاصرتها الرخوة لبنان. واستمرت القوات السورية العاملة في لبنان في التصدي للعدوان الغاشم عام 1982 ودعم مقاومته التي نمت وكبرت بفضل الدعم السوري، وصولاً إلى طرد المحتل من الجنوب اللبناني في 25 من أيار عام 2000 قبل أيام فقط من رحيل القائد المؤسس حافظ الأسد. وما كان للقائد الكبير أن يغمض عينيه في 10 من حزيران من العام نفسه إلا بعد أن اطمأن إلى انتصار ميمنته في جنوب لبنان وتحريره، ليعود بعد ذلك جيش الوطن مرفوع الرأس بعد أن أنهى مهمته الطويلة، مقدما خلالها آلاف الشهداء من رفاق السلاح الأبطال دفاعا عن عزة وكرامة الأمة العربية. واليوم يخوض الجيش العربي السوري معارك الشرف والبطولة والعزة والانتصار والتضحية والشموخ في طول البلاد وعرضها ضد العصابات التكفيرية الإرهابية المدعومة بكل قوى الشر في العالم وبمختلف أنواع الأسلحة والمرتزقة الذين أتوا من شتى بقاع الأرض وبدعم من دول عربية وإقليمية واستعمارية لتقويض دعائم هذا البلد الآمن الذي أبى الانصياع والخضوع لهم طوال تلك السنين. وأمام هذه الحرب التي تعتبر أكبر تهديد وجودي لسوريا منذ فجر التاريخ، خفقت القلوب وشحنت الهمم من كل السوريين الشرفاء. فسوريا التي بنيناها بعرق الجبين ودماء وتضحيات الآباء والأجداد لن نتركها لقمة سائغة لوحوش الأرض. فارتفعت الأيادي وامتزج القلم والدم والسلاح معاً ليخوض طلبة سوريا وشرفاء الوطن خلف رجال الجيش العربي السوري معركة العزة والكرامة، متحدين بعلمنا وسلاحنا ومعرفتنا كل أشكال الإرهاب وداعميه،
مقدمين الغالي والنفيس، أسوة بكم يا رجال الشمس، فأنتم القدوة، ومعكم وبفضل تضحياتكم استمر الشباب السوري في علمه ودوامه ليقدم أنموذجا مشرفا مثلكم يا أبطال القوات المسلحة. فكنا معا نستمد منكم القوة في كثير من أماكن تواجدكم، وزرنا جرحاكم الأبطال، واستمدينا الصمود من ذوي الشهداء لنرسم من خلالكم وبفضل تضحيات شهداء الوطن وصمودكم وجرحاكم مستقبل سوريا المشرق لوطن صان الأمانة فيه رجال كان شعارهم دائما وطن، شرف، إخلاص. أقسم بالله العظيم أن أكون خادما وفيا للجمهورية العربية السورية، دافع عنها وأحمي عليها وأحافظ على استقلالها وسلامة أرضها. إنه الجيش العربي السوري وقائده المفدى سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. فاكتب أيها التاريخ. نشيد الثور يبدأ بكلمة حماة الديار عليكم السلام، فحماة الديار من القوات المسلحة.